هشتري معاكم ب 400 ليره يعني 20 دولار. بسم الله والصلاه والسلام على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بيكم حبايب المشاهدين. النهارده اسعار بعد الانتخابات التركيه وفوز الطيب اردوغان. هنشتري من السوق النهارده ونشوف الاسعار. يلا بينا يا جماعه. وهذا هو السوق الاسبوعي في منطقة عثمان غازي واخر الاثار يا جماعة. بصوا ما شاء الله شكل الفاكهة بصراحة يفتح النفس ان شاء الله. الفراولة ب 25 ليرة كيلو. فراولة ده جميلة ب 25 ليرة. كاميرا ورايا صلي. ما شاء الله ما شاء الله. بصوا الكراس ده لسه بشايف. بني بادي اشتري بني بادي بني بادي بني بادي والله. ايوه ما شاء الله. بيب ويا فين معبسنا. والله بيب. الكراس اهو يا جماعه بشاير. جميل جميل. عايزين نشوف الاسعار جوه السوق برضو ونشوف افضل الاسعار. والراجل ده الطيب ده بيبقى في الوش هنا على طول وعنده اسعار كويسه برضه حسب جوده الحاجه يا جماعه. العنب الاسود والعنب الابيض ب 50 ليره زي ما شايفين كده. بصوا الاناناس هنا. كاردر كاردر ايه كاردر؟ اللي 50 ليرة ايه؟ 50 ليرة بيحط لك في الماكينة ويعملها لك جاهزة. يلا بينا جوه على السوق ونشوف اخر الاسعار جوه باذن الله. هنشتري مع بعض النهارده يا جماعة ان شاء الله. المشمش ده تحفة. شوف جوزات. ممكن نلاقي مشمش ارخص ولا لا مش عارف. ممكن بير كيلو؟ بير كيلو. بير كيلو. هنشوف يعني ممكن نلاقي اصابع بس هو يعني جوده قالتها لي يعني شوف جوزات. شوف جوزات. بصوا يا جماعه احنا النهارده هنشتري معاكم ب 400 ليره يعني 20 دولار الا او 400 ليره. هنبتدي معاكم ان شاء الله من دلوقتي. ده 25 ليره مشمش كيلو. عشرين المية الخمسين ودي الخمس. شوفوا ده شكرا جزيلا. احنا النهارده رحلتنا هتبقى شراء بال 400 ليره. 400 ليره بيساووا اقل من 20 دولار. ال 20 دولار النهارده 410. احنا هنشتري ب 400 بس. بصوا السوق ده ما شاء الله. ده من ارخص الاسواق هنا يا جماعه في منطقه عثمان غازي. اليومورتا ده اليومورتا اللي هو البيض. بصوا البيض هنا ده البني. في بيض ده بيض سمان وعنده البيض دوت اللي هو يعتبر زي البيض البلدي كده. ال 15 ب 40 ليره. بصوا البيض ده 15 ب 30. ده 15 ب 25. تنقي من دوت ولا تنقي من ده؟ يعني دي بيضه نظيفه. البيضه النظيفه دي اللي هي تبع الماكينه. يعني الفرخه بتبيض على الماكينه. البيضه دي يعني بتبيض في المزرعه. يعني تعتبر زي البلدي كده عندنا. في عندنا البيضه الكبيره. دي البيضه الكبيره. احنا بص البيضه دي كبيره ذات جوده. احنا هناخد كرتونه من دي ب 35 ليره. 15 ب 35 ليره. ممكن هنا بتيجي بتنقي هنا براحتك عادي خالص زي ما انت عايز. هذا البيض زاد جودة.
مش عارف دي تعبانة شوية صغيرة نجيب واحدة كبيرة شوية. هنديله 35 يا جماعة، ال 15 ب 35. يوتيوبن بايلاشو ده شكرا ليك يوتيوبن بايلاشو نعم. بقى من الكرتونة اللي هي بصوا دي اللي هي البلدي اللي هي المتسخة دي، بس دي طازة، بس الأتراك قليل قوي اللي بيجيبوها. احنا هناخد من ديت، شوف انا كملت ديت اهي، بصوا هنبتدي ناخد من دي. البيض ما شاء الله برضو كبير يا جماعة، البيض كبير. بصوا دي هنشيل الصغيرة دي ونحط واحدة كبيرة. هاي شوف جزاء هذا صغير عطاني، نشيل الصغيرة وناخد واحدة كبيرة كده تمام قوي. بص البيض ده كبير برضو، 25 ليرة، ب 25 ليرة 15 بيضة. جبنا من دوت وجبنا من ده، سيبوا معانا يا جماعة. خمسة وعشرين ليرة تمام، شكرا. بصوا بقى الكيوي ده، الكيوي ده تحفة، أنا مجربه الأسبوع اللي فات على فكرة، يعني تشوف جزال ما شاء الله. يعني حلو، يعني مش الطري حتى بيبقى كويس ما شاء الله. كي كيلو كي. بصوا يا جماعة كيوي تشوف جزال ما شاء الله. تمام تشكر. كريم 2 كيلو ب 30 ليرة كيوي. الفراولة هنا ب 20 ليرة كيلو الفراولة، فراولة جميلة اهي بصوا زي ما انتم شايفين. فراولة تحفة، راجل بيحطها اهو جميلة ما شاء الله. شوفوا ده كيلو ب 20 ليرة، طبعا ده كده أرخص يعني. الكراز اهو تاني ده ب 30 ليرة، الكراز ده. الجبنة ما شاء الله هنا ب 150 130 الجبنة. الجبنه دي اللي احنا الدلع اللي احنا بنجيب منها اهي. السلام عليكم يا بيه. بص بيدوقنا بقى. بسم الله. جيبك كريمه. اما كريمه يوك. از. كريمه از. كريمه از. از. يوك. تمام. ده شكرا ديرما بيه. مفيش من الثانيه. هنشوف هنا الكريمه اقل عشان الكريمه دي شديده. الأسعار هنا ما شاء الله أسعار ممتازة يا جماعة. كوسة دي ب 15 ليرة. نشوف الجبن. الجبنة هي اللي احنا عايزينها هناك اهي الخفيفة، الجبنة اللي بنحط عليها بنحط عليها شوية خيار وطماطم، الجبنة بتبقى تحفة. بص يا جماعة اهي الجبنة اهي دي 55 ليرة واللي جنبها 45. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ.
بو 5 مليون يارم كيلو يارم كيلو ondan yarım evet evet ممكن از çok güzel tamam tamam daha güzelini ver ha bir ala şöyle Daha güzelini vereyim. Çekiyorsun değil mi? Bu da. Çekiyorsun da, çekiyorsun da. Maşallah. Maşallah ya. Ne mümkün bu 1 kilo. 1 kilo 55. 55. Aa evet. Tamam tamam. Ama bu yok yok. Ne kadar? Bunun bunu mu? Tamam tamam. Yerim yer. 20. Tamam. 20 TL. 20 TL. Evet. Başka? Ve 30 TL. 30 ليرة هناخد ب 30 ليرة من ده يا جماعة وهناخد ب 20 ليرة من دي ادي كريمة زيادة سنة بسيطة يعني بس يعني دي مع دي هتعمل شغل جامد انا اجيب ب 50 ليرة جبنة 30 ليرة 50 ليرة ايه يا جماعة 30 ليرة زي ما انتوا شايفين كده 50 ليرة بعدين تركي الطماطم يا جماعة بصوا المنظر الكيلو ب 5 ليرة بصوا كيلو ب 5 ليرة شوف جزال ما شاء الله نخش بقى على الطماطم ونجيب طماطم طماطم تحفة بصوا الخيار ب 10 ليرة هنجيب طماطم الأول السلام عليكم يا كاردي بصوا طماطم شوف جزال يا جماعة هنجيب طماطم مفيش أرخص من كده بقى طماطم بخمسة ليرة بصوا المنظر 2 كيلو ب10 كاتبين على الورقة اللي ورا دي 2 5 مليون 5 كيلو بص هنجيب 5 كيلو يا جماعة علشان السلطات وكل حاجة 5 مليون شوف جزال بصوا الخيار خيار ب10 ليرة اجمل طماطم انا طماطم تحفه بصوا عامله زي عامله زي التفاح ما شاء الله الحاجه شكلها كده رخصت ما شاء الله بعد الانتخابات يعني الخيار ده كان ب 25 بيش بيش كيلو بيش كيلو يلا Hangi kanal abi? Hangi kanal abi? Mahmut Ali kanal. Mahmut Ali. Tamam evet. Evet. Enişte sallam kamerayı enişte. Maşallah maşallah. Hangi kanal? Evet. Bu sefer kamera 25 lira, tamam 5 kilo. تشكر يا خمسة جايبين 5 كيلو طماطم يا جماعة تحفة ما شاء الله لسه فاضل 210 جبنا جبنة ويمرطة وطماطم وجبنا كيوي ولسه لسه برضو ما زلنا ما شاء الله يلا بينا نكمل شراء الحاجة من هنا الباذنجان ب 10 ليرة بصوا الفلفل ده ب 10 جوزات الفاصوليا ب 25 ليرة الخيار واضح ان الخيار اللي عنده ده ب 10 ليرة مش انا اعتقد ان انا مش هلاقي ارخص من الخيار اللي عنده بس في زحمة عليه كتيرة جدا الخيار احنا اللي بنقيه ما شاء الله ما شاء الله بصوا الكراز سعره نزل اهو 15 ولسه لسه ده هيوصل 5 ليرة يا جماعة الكراز ان شاء الله الاربعة كيلو هنا البطاطس ب 50 الراجل ده سعره ممتاز وكيلو البصل كيلو الو الكابتن اسماعيل ايه تمام ما شاء الله ما شاء الله هنا البصل ال 3 كيلو ب 30 الراجل ده سعره ممتاز البسلة 3 كيلو ب 50 3 كيلو بسلة ب 50 عند الراجل الطيب ده
هنجيب بسلة على فكرة. احنا بنشوف الاسعار يا جماعة، بنشوف الاسعار. طبعا ارخص حاجة اللي احنا جبناها الطماطم كده، احنا فوزنا بالطماطم. الطماطم منها بسبعة ونص يا بلاش والله تحفة. احنا جبناها بقى بخمسة. التفاح بصوا، التفاح مجر تفاح بعشرة ليرة. بصوا يا جماعة التفاح مصدره، التفاح بيشد الواحد والله. هتشوف جزال ما شاء الله، يعني منظر التفاح تحفة. بصوا التفاح يا جماعة، التفاحة ايه الكيلو بعشرة ليرة يا بلاش. بصوا يا جماعة التفاح شوفوا زي ما شاء الله، 2 كيلو. هنجيب 2 كيلو تفاح من الجميل ده. بصوا طبعا احنا معانا 210 يا جماعه، ما زلنا معانا 210. دايما تخلي بالك من عد الفلوس وتشوف الالوان بتاعتها علشان ما تختلفش معاك. عشان انا اول ما جيت هنا بصراحه رجعت الراجل فلوس 50، قلت له دي 10، قعد يشكرني بصراحه. ماشي يا جماعه 180 ليره، يلا بينا نكمل رحلتنا. كده احنا معانا 190، يعني 180 و10 190 ليره. يعني جبنا حاجات ما شاء الله برضو مش بطاله من السوق، ولسه فاضل لنا حاجات تانية هنجيبها. الترازة هو ب 25، الليمون ده ب 12، الخضرة الجميلة اهي 5 ليرة الربطة، البطاطس الحلوة اهي كلها ب 3.50 برضو نفس، لا ده 3.50 كان ورا 4.50 على فكرة. الراجل اللي ورا ده بيبيع يعني سعره برضه ممتاز. والبطيخ هنا ما شاء الله تشوف جزال. بصوا البطيخ السلام عليكم. بصوا ب 2.5 ال ابي الله قبل جزال قلبي ده شكر جيبي قبل الاحمر قلبي ده. الاثنين ب 50، يعني الواحده ب 25 ليره. يرمي بيش بتاني يرمي بيش تمام؟ كيلو 30 2 تاني ما شاء الله، 2 ال 2 تاني ال، الاثنين ب 50 الواحده ب 25 ليره ما شاء الله. شوف جزاه النكتار ده اللي هو الخوخ، اسعار بصراحه ممتازه ممتازه هنا ما شاء الله. الكنتالوب اللي هناك ده الواحده ب 20، وده ب 25 كراز. التفاح ده ب 12، السفرجل ده كيلو ب 10، بس السفرجل ده نوعيه جميله على فكره طازه. فلفل هنا ب 12 ب 15، طبعا في فلفل ب 10. اسعار زي ما انتم شايفين كده، اسعار تحفه يا جماعه ما شاء الله. خيار هنا ده ب 13، طبعا احنا ورا في خيار ب 10 اول السوق، الراجل اللي بيبيع رخيص بس كان عليه زحمه. الباذنجان اهو اللي كان بعشرينات ب 10 ليره تحفه ما شاء الله. تعالوا نشوف بقى الاسعار اللي هنا. بصوا المكان كبير جدا. هنا في عنده خيار ب 15، ربطة النعناع الكبيرة دي ب 5 ليرة. نعناع ده ريحته حلوة مش بطال. هنجيب ربطة نعناع يا جماعة ب 5 ليرة عند الراجل الطيب ده. السلام عليكم. الكوسة هنا ب 15 ليرة.
وهندي له 5 ليرة من العشرة وناخد 5 يا جماعة. كل ده عشان تعرفوا عملية الشراء والبيع. شعب شوف جزاهم تشكر يا درس. السلام عليكم. يعني بمنتهى السهولة ما تخافش، انزل السوق وتعامل مع الأتراك عادي، يعني انزل اشتري زي ما انت عايز وتعامل. الموضوع سهل وبسيط. الاكتراز هنا ده درجة أولى ب40. شوف جزاهم عنده هنا أبوكاتو. السلام عليكم. بيت أنيه بني كادرة وتوز بيش. بصوا دي ب 35 ليرة. شوف جزاهم ما شاء الله. تمام إريك هدية. تشكر إليك. كيلو 15 اهو. دي ب 20 المشمش. الفراوله دي ب 20 ليره كيلو، تحفه طبعا. بصوا يا جماعه ب 20 ليره الفراوله. الرز ده ب 25، ده 4 كيلو ب 50، يعني الكيلو هنا واقف ب 12 ليره. البطاطس دي تحفه. البصل ده بصوا الباذنجان ده ب 8.5 يا جماعه، ده بيبيع سعر كويس ممتاز ما شاء الله. الخيار هنا ب 10 اهو. الطماطم هنا ب 7.5. هنا دي فاصوليا، فاصوليا يرمي بيج 25 ليره. البسلة هنا 3 كيلو. السلام عليكم. بص 3 كيلو ب 50 دي جميلة. شوف جزال ما شاء الله. ممكن جماعة بس نجيب من الأولاني يعني عشان المنظر ده. ده ب 20، 3 برضه ب 15 بزلة. ده ب 15 كيلو فول حراتي جميل اهو. ده خيار الكيلو خيار ب 10. الطماطم دي ب 6 طبعا، اللي احنا شاريناها فورة صراحة 5 في أول السوق. السوق زي ما انتم شايفين كده كبير. نص كيلو التوم ب 15 ليره الناشف اهو، كويس والله سعر. يعني الكيلو ده ب 30 حلو مش وحش. فول حراتي ده ب 25، الفول حراتي الكبير ده ب 20. البطاطس دي بطاطس ب 15 ليره، هنجيب منها 2 كيلو. في هنا بصل ب 12.5 وفي ب 10 الاصغر. طماطم دي بصوا ب 10. احنا جبنا الطماطم اللي هي الجميله ام 5. الراجل اللي هو تقريبا عامل عرض جامد، يعني جايب كميه كبيره فبيقدر يبيع بسعر ارخص. فلفل المحشي هنا بقى ب 10، والفلفل الاحمر ده ب 10 ده بيتحط في الاكل، ده بيدي طعم جميل. ده الفلفل الحراق ب 10 ليره. وادي البسله دي كيلو ب 20. كيلو البسله دي ب 20 بس دي افضل من كانت الاولانيه. دي بسله كبيره يعني. شوفوا ازاي. السلام عليكم. فول حلاتي هنا ب 15 اهو. بصوا في كوسه كمان ب 5 ليره هي بتتباع. يعني الاسعار كلها موجوده ما شاء الله. المشمش اهو ب 20. فراولة دي ب 30. خيار ب 13، الكوسة دي ب 14، باذنجان ب 10. لسه ما زال معانا فلوس كتير يا جماعة. بصوا ده الليمون ده الكويس. ده الليمون ده الباكت ب 10 ليره عند الراجل الطيب ده. السلام عليكم يا بيه. شوفوا زي ما شاء الله.
تيجي وتاخده من عند الراجل ده. تعالوا نجيب من عنده ليمون. بسم الله. هناخد باكيت اهو ب 10 ليره يا جماعه. عشرة ليرة خمستين. تمام. تشكر يا درمان. الليمونة يعني دايما بنجيب احنا الليمون الناعم بيبقى افضل من الخشن طبعا. زاد 3 ليرة يا جماعة اهو طازة. بصوا تمشي في السوق تلاقي الحاجات الجميلة دي. يعني انت بس فتش عن الموضوع. وهنشتري 3 بقدونس من ده ب9 ليرة. السلام عليكم. قشطني. بركة مامي. مرحبا. وأهلا وسهلا مامي. مرحبا. أسس. إيه؟ استنى أسس نيت. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. جبنا 3 يا جماعة. تمام تمام. هادي كورشول. السلام عليكم. السبانخ هنا بتتعمل بطريقه جميله صينيه كده غير اللي احنا نعرفها. كتاكيت ايه الجميله؟ الكتاكيت دي على فكره تحفه ما شاء الله. تربي في البيت تعملها بصوت جميل. اللي قاعد فاضي يعني ربي الكتاكيت الجميله دي حلوه. بص حاطط لها ميه. جميلة جميلة الكتاكيت دي. السلام عليكم. بيتاني بوني كادو. بيتاني قول ليرة. الواحدة ب10 ليرة. كتكوت اهو. انا بحب اجيب الزيتون من نيلوفر. يعني الانواع هنا كتيرة حلوة يعني. كرامات اهو 55. السلام عليكم. ممكن يا ريم كيلو. يا ريم يا ريم 30 ليرة. 30 30 ليرة. جبنا زيتون يا جماعة ب 30 ليرة ما شاء الله. تشكر يا ده النعناع والجرجير 5 ليرة الربطة. البقدونس ده ب5. جبنا البقدونس اللي هو ب3 ليرة. في بقى الليمون هنا ده. الراجل ده بيبيع ليمون برضو ب10 اهو. كان الأول بيبيع كيتاني اون بيش. أما شمدي دلوقتي اون بس الليمون بتاعه. بصوا ليمون تحفه ما شاء الله. ده الليمون اللي بيتاكل بيشرب يا جماعه. هنجيب من عند الشاب الجميل ده. الليمون ده انا بستخدمه يعني بستخدمه دايما على الافوكادو. فاستخداماته عندي بالنسبه لي انا كتيره جدا يعني. ايه تاني؟ تمام. وهنصرف كمان 20 ليرة. تمام تشكر لك. فاضل معانا يا جماعة بصوا الفلوس. فاضل معانا 70 ليرة. البسلة ديت يا جماعة كيلو ب18. بصوا 3 كيلو ب50. كيلو ب18. السلام عليكم. ابي هنجيب 3 كيلو بقى ب50 من هنا. كوتش كيلو. دي ال50 ليرة يا جماعة ايه؟ 3 كيلو ب50 ليرة. البسلة هنا بقى دي تحفة. بتبقى مسكرة وجميلة ما شاء الله. هنا بيعملوا الأكلات دي اللي عايز أكلات سخنة زي دي.
في السوق. واخر حاجه معانا يا جماعه، معانا 20 ليره اهو، هنجيب 2 كيلو بصل. السلام عليكم. 2 كيلو اخر 20 ليره من 400 ليره. شكرا. السلام عليكم. وبكده يا جماعه جبنا حاجتنا ب 400 ليره، هكتب لكم كل حاجه طبعا على الشاشه، وهتعرفوا الاسعار ديت هتمشي معاكم ولا لا ان شاء الله، وتقدروا تظبطوا نفسكم ان شاء الله في الاسعار هنا في تركيا. طبعا شايفين الاسعار ما شاء الله نزلت ولسه هتنزل تاني، عشان كمان دخلت الصيف وحصل استقرار جامد في كل حاجة يعني بعد فوز الطيب أردوغان. تحياتنا ليكم جميعا من بورصة، كان معاكم محمود علي. لا تنسوا الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.